السلام عليكم. وعليكم السلام. اليوم سأقول لكم عن مومو. مومو هذه اللعبة عن مومو الانتحارية، وترسل الأطفال على مواقع التواصل الاجتماعي مثلا مثل الواتساب والماسنجر والفيسبوك، وتصيب الأطفال بالهلع. ولكن إذا الطفل سمع كلام مومو سوف ينتحر، لأن هذه اللعبة انتشرت بين 2018. لأن هذه لعبة مومو هي عبارة عن سمسال، ولأن مومو هي عبارة عن كذب وليست حقيقة، فهناك شيء غريب. لكن لماذا مومو موجودة وتصور فيديو؟ لماذا؟ لكي تخيف الأطفال مومو. ولكن هناك طفل عمره 5 سنوات قام بالانتحار بسبب لعبة مومو. ولكن لدي صورة لأريكم إياها عن مخترع لعبة مومو، وهي صورته. ولكن لدي فيديوهات عن مومو، ألقي نظرة على هذه الفيديوهات. ولا تنسى أن تشترك بالقناة واللايك وحركة الإكسبلور والفولو. والآن هيا انظر. يعلمي أكون أمير، ولا يوجد الأميرة إلا أمير بالطبع، حتى لو كانت ضخمة. هاك، لم يعد لدينا إلا جرعة ماء واحد. شكرا. ليست لك يا مولاي، للأميرة. سأجيب المزيد. تفضلي. في كل مكان، وربما تمثال صغير.